السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بمتابعين قناة فايزة غالي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، أيضا التعاليق اللي كانوا دازوا في الفيديو ديال التلميع ديال النحاس. بزاف ديال الأخوات يعني في هذيك اللحظة جربوه ولقوا نتيجة اللي هي مبهرة ورائعة. نتمنى إن شاء الله تعتمدوا ديك الطريقة اللي كنت شاركت معكم، والناس اللي ما شافوش غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. الطلب ديالكم كان بإلحاح على تلميع ديال الفضة، غادي نرجعها إن شاء الله من قديمة كيف ما شفتوا في الأول، بما أنها هاد الفضة أصلا هي قديمة، يعني العمر ديالها راه يعني واحد العدد ديال السنوات، بحالها بحال داك النحاس اللي كنت نظفت معكم، يعني راه كنجيب دابا من الدار ديالنا هاد الأشياء هادو. فبقوا معايا حتى لآخر الفيديو، غادي نعطيكم ثلاثة ديال الوصفات، الخلطة ديال الدرهم حتى هي رجعت معنا في هاد الفيديو هذا، فبقوا معايا حتى لآخر الفيديو، فرجة ممتعة. اول حاجه غادي نديرها هي ناخذ كما قلت لكم مطيشه نحكوها، كتبقى الكميه على حسب الكثره ديال الاواني اللي عندكم. غادي نحكها مزيان، ولا طحنوها، لا طحنتوها واخا بالقشور ديالها، ولا تحكوها بهذا الشكل هذا، يعني غير ما تطيبوهاش باش تبقى ديك الجهد ديال الحموضه. وكندير واحد الكميه كثيره ديال الملح باش نتحصل على عجينه شويه تكون ثقيله، يعني ما ديروش غير شويه ديال الملحه وصافي. غادي ندهنهم بهذا الشكل هذا، دائما ديروا القفازات لان هاد الاشياء هذه كتاكسد وكتفاعل مع هاد الفضه او مع اي حاجه استعملها النحاس ولا، فمن الاحسن ديروا قفازه هكا باش ما يحرقوكمش الصباع ديالكم. غادي نحاول ندهن واحد الكميه منهم، لان كما قلت لكم غادي نعطيكم ثلاثه ديال الطرق وانتم غادي تختاروا اللي عجبتكم، وبثلاثه الحمد لله غادي يعطونا نفس النتيجه. هانتوما غادي نحاول لهادو. بالنسبه لهادو كانوا كيستعملوا بكري، كانوا هكا بالحلوه وهذاك الكاوكا واللوز. غادي ان شاء الله نحطهم وندوز معكم. شوفوا هذه الصينيه يعني مصديه، لانها العمر ديالها راه واحد العمر اللي هو طويل، فايت الأربعين سنه هذه الصينيه هذه. ها نتوما هذه الماده هذه، واخا ما عندكمش آلة غسل الاواني استعملوا هذا الملمع ديال الغساله، كيعطينا واحد اللمعه خطيره. ها نتوما غادي تشوفوا معايا كما قلت لكم، راه غادي نقسم هذوك الاواني على ثلاثه، كل واحد النوع ندير ليه واحد الطريقه. شوفوا هذا السائل راه بحال شي معجزه، يعني الا شريتوه هو راه كيدير هذه القرعه هذه. كناخذها يمكن الى كناخذها في واخا السلعه، ولكن 45 درهم يمكن، وغادي تبقى معكم مده طويله، والاستعمالات ديالها راه كثيره. شي نهار ان شاء الله ندير معكم الاستعمال ديالها، راه واحد الملمع اللي هو خطير. ها نتوما غادي مجرد غير حطيتو هكا، وهو داك المكان اللي حطيتو تبدل فيه اللون ولا كيلمع. كناخذو غير منديل وكنبقاو كندوزو. وبالنسبه لهاد الجوانب هادو، لان كما قلت لكم راه قديمه بزاف، وشوفوا داك الجوانب بلاصه ديك البلاصه اللي فيها داك السدور، اولا ديك البلاصه اللي كيلحموا فيها ديك هذاك الجلد، راه حتى هي طلقه واحد اللون صفر. ولكن هذا غادي يقضي على داك المشاكل كلها الا كانت عندكم فضه اللي هي حقيقيه. شوفوا ملي غادي ندوز للنصف باش يبان لكم، يعني شي حاجه اللي هي رائعه. هذه شيتا ولا فرشه ديال الاسنان غير هكا باش تساعدكم، لان كما قلت لكم راه قديمه هذه الصينيه فيها واحد البقع. بالنسبه لهاد الاواني راه ما بقاوش كيتستعملوا، محطوطين في واحد الطبقه في واحد هكا في واحد الكوزينه ما كتستعملش، ما كيجبدهم حتى واحد. ولكن هاد الايام درت التحدي، انا غادي ننظف هذا الشيء، واي حاجه قديمه غادي نجيبها وغادي نصاوبها معكم في هذا الفيديو هذا. شوفوا النصف ديالها يعني راه كيلمع، واخا التصوير راه ما مساعدش، ولكن في الواقع كتشوفوا هذا النص كيلمع كيرجع جديد، عكس هذا اللي مازال ما درنا ليه والو. فنفس الطريقه غادي نغلفوا كله بهذاك الملمع وندوز عليه، اما بونجا بحال هكا واما غير تويب، اي حاجه باش درتوها راه كتولي كتلمع. بالنسبه لديك الفضه المنقوشه بحال هذا الشكل هذا، سواء دوك التعامر ديال اتاي اولا البرد، فكنصحكم تاخذوا هذا الملمع حتى هو راه رائع. 45 درهم على ما اظن الثمن ديالو، فيه 800 مليلتر، خاصو شويه الاترو، راه غادي يبقى معكم واحد المده اللي هي طويله وفيه بزاف الاستعمالات. ان شاء الله راه غادي نديرها معكم، كينظف بواحد الطريقه يعني بحال السحر حتى هو، يعني شي حاجه اللي هي رائعه وما فيهاش مجهود. غادي نحط هادو كلهم على هادو اللي درت لهم الوصفه ديال المطيشه والملحه وهادو اللي فيهم الملمع، وندوزو للطريقه الثالثه. بالنسبه للوصفه الثالثه او للطريقه الثالثه، اي اواني ديال الفضه عندكم صابون البلدي، كيف ما كتعرفوا صابون البلدي راه غني على التعريف وما شاء الله صاحب المهمات الصعبه. اي حاجه عندكم راه كديروها ليه. غادي نغلفهم هنا، غير كنغلفو كما قلت لكم، من الاحسن كاع تغلفوا هاد الاشياء هادو وتخليهم تقريبا، انا كنخلي هاد الشيء على حسب، واخا كاع ما كتصوروش يعني غادي تخليوه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، ما بين 5 حتى 10، ما تخليوهش بزاف بزاف. غادي نغلف هذا. بالنسبه لواحد الاخت البارح قالت لي واش ما عرفتيش السميه ديال الطاس،
ولا شي تعليق بحال هكا، واش تبع كيك ولا المهم شي حاجه بحال هكا. انا راه عارفه الطاس وعارفه الغلاي عارفه كل شيء. انا اللي كانت في الفيديو النحاس اللي مشى ليا هو البراد، كنت باغي نقول لكم الحاجه اللي كنعمروا فيها اتاي وهي نحاس، لان بزاف الاسئله كيتطرحوا واش نغسلوا البراد ديال النحاس، واش نغسلوه من الداخل لان حتى هو نحاس. فهذه جاوبت الاخت اللي كانت سولتني، يعني الطاس الغلاي الصينيه التعميره كلشي هادشي ما كايناش شي وحده اللي ما عرفاهمش. حنا المغاربه راه معروفين بهاد الاواني القديمه، فين ما مشيتو كتلقاوهم. بالنسبه هنا مدوز واحد الوقت خديت واحد البونجا كنفرك غير داك الملمع هانتوما كتشوفوا وكنشللها، بديت بالصينيه كتبداو بهادوك اللي بديتو الوصفه. هنا غير كنحيد هذاك ديك الماده اللي درنا لهم سواء كان ملمع او لا هذا ديال مطيشه او الملحه، وغادي نعاود لهم سائل الاواني في الاخير باش يعطينا واحد اللمعه دائما اللي كتعطينا ديك اللمعه الاخيره. شوفوا راه تبدل اللون ديالهم ولاو ما بقاش فيهم داك الصدى نهائيا. غادي نقربهم لكم ان شاء الله باش تشوفوهم عن قرب. هنا خديت هنا السائل ديال تنظيف الاواني، ممكن انا هنا درت المعجون ولكن ممكن ديروا اي نوع عندكم. وغادي نعاود لهم كاملين بالصينيه بكلهم ونعاود نشللهم ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالهم. وندوزوا الاخرين اللي بقاو ديال الصابون نوريكم الطريقه عاوتاني هما باش كننظفهم. انتما كناخد شويه ديال الجيكس دائما صابون البلدي، راه ما كنخبشوش يعني ما تبقاوش هكا كتحكوا حتى تقشروا حتى الا ما كانش فضه حقيقيه وتقشروا ليه ديك الطبقه الرقيقه الفوقانيه. هذاك الجيكس راه غير كنديروا بحال شي حلفه هكا وانتما كدوزوا. دائما صابون البلدي راه كيرطب الجيكس وكدوزوا بخفه هكا باش تعطيكم ديك اللمعه اللي كتبحثوا عليها. يعني راه ما تجيش شي وحده هكا وتضيع الحاجه ديالها لان كتبقى فينا الحاجه ملي كنخسروها اكيد. فغير بشوي هكا بكل نعومه، وغير الصابون البلدي دائما كيبغي مع شويه الجيكس رقيق. وانتم عينكم ميزانكم على الاواني اللي بغاو اللي واخا يتقاسوا بالجيكس، والاواني اللي فضه حقيقيه والاواني اللي فضه مزوره، راكم كتعرفوا داكشي غير من العين ديالكم كيبان. صافي هنا غادي نعاود نحيد لهم الصابون كيف ما شفتوا وندير لهم ايضا حتى هما سائل الاواني اولا داك المعجون ديال التنظيف. هانتوما راه مازال مضببين هنايا، غادي ندير لهم داك السائل ديال التنظيف. صافي نبقى كنشلل ونحيد هادشي كله استقطر، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غادي نمسحهم عاوتاني بواحد التويب تشوفوا الشكل النهائي ديالهم اللي هو يعني غادي تعطينا واحد الفضه اللي هي غزاله. ثلاثه د الوصفات الملمع اللي خاص بالغساله ديال الاواني فينيش، يعني هذا هو اللي مجربه انا، راه كنجرب الحاجه حتى كتنجح معايا عاد كنشاركها معكم. وايضا مطيشه الخليط ديال المطيشه والملحه وايضا الصابون البلدي وواحد جيكس رقيق كيعطينا واحد اللمعه اللي هي رائعه. هنايا غادي نمسحهم وشوفوا هنايا راه باقي ما مسحتهم، شوفوا الشكل ديالهم كي كيجي. غادي نشفوا من دوك نقطة الماء اللي دائما شي حاجه شي تويب ديال القطن، وكتمسحوا مزيان حتى كيتحيد منه هذاك الماء. ودائما هاد الاشياء كنبعدوهم على الاماكن اللي فيهم الرطوبه، حتى داك النحاس اللي كنت شاركت معكم خليوه بعيد على الاماكن اللي فيها الرطوبه. والحمد لله كنديروا هاد الطريقه مره في 6 شهور ولا راه يوليو الموعد ديالنا كيشعلوا. هادو اللي شاركت معكم اليوم راه سنين ما تقاسوا، لان محطوطين في واحد المكان ما كيتشاف ما كيتستعملوا. فهنا اليوم رديتهم الحاله ديالهم، يعني الحاله اللي كانوا عليها من قبل. وهذه راه كتلمع يعني التصويره ما كيعطيهاش حقها، لان كتعكس ليا هكا الحيط وكتعكس ليا داك السيراميك اولا الفايونس ديال الحيط، ولكن في الواقع راه كتعطي واحد اللمعه اللي هي رائعه. هانتوما شوفوا الصينيه كيف ولا الشكل ديالها، يعني ولات حله جديده ولات اللمعه فيها خياليه. هانتوما ما بقاوش دوك الحفاري ديال الصدى اللي شفتو قبيله ولا هاد النقوش اللي كانوا كحلين، ولات كلها كتلمع بحال يلاه جديده. شوفوا من بعد ما شفتهم بواحد التويب ولاو كلشي ما شاء الله كيلمع. نتمنى ان شاء الله ينال هاد الفيديو الاعجاب ديالكم. كنجيب لكم وصفات اللي كنجرب، يعني ما يمكنش نعطيكم وصفه ما نجربهاش باش هكا المصداقيه تكون عند القناه ديالي، لان فعلا الوصفات راهم كتار، ولكن الا ما جربتوش الحاجه واقتنعتوا بها اولا تخسر لكم الحاجه ديالكم فراه ما يمكنش نحطها لكم. وصلنا للنهايه، الى اللقاء.